السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه. اليوم لا فامي بغيت نقول لكم واش فريمون ندمت على المجيء ديالي الى كندا، واش كندا تستاهل هاد المغامره وتستاهل هاد لو نيفو دي بار اللي درت اولا. الجواب غادي يكون نعم. واش كندا تستاهل هاد التضحيات اللي درنا، لو فيت انك تبعد عن الوالدين، لو فيت انك تصبر لهاد الكليما، واش هادشي كامل فو لا بين، كيستاهل انك تساكريشي بلا فامي وبزاف ديال الحوايج. الصراحه ما ندمتش على هاد القرار، كان عندي لو شوا ما بين جوج ديال لي كونتينون، سواء نجي لشمال امريكا يعني كندا اولا نمشي الى فرنسا. ولكن مؤخرا مع الحوايج اللي وقعت في فرنسا، مع التغيرات اللي وقعت دابا حاليا، الصراحه او فون دو موا والله تفرحان وما ندمتش. وغنعطيكم مثال وقع ليا، وهذا مثال حي، والصراحه هادشي اللي وقع لي كنتمنى انه يكون بحاله في المغرب، وعلاش لا ما نتحسنوش ونطوروا حتى نوصلوا لهذا المستوى. علاش ما ندمتش على فامي؟ نعطيكم اكزومبل اللي وقع ليا انا. مثلا دومونديت لو باسبور كندي، طلبت بالباسبور الكندي ديالي حيت وليت سيتويان كندي، صافي بريسك 6 mois. دونك دومونديت لو باسبور كندي، مني دومونديت هذا الباسبور كندي دفعته في لو 22، لو 22 فبراير دفعت الباسبور. نورمالمون كان خصني توصل به في لو 7 مارس، دفعتي قالوا لي لو 7 مارس نورمالمون خصك توصل به حيت كل شيء عندك هو هذاك. ماذا بيا انا فاش وصلت مؤخرا كندخل نقلب في السيت وكنعيط ليهم، كيقولوا لي لا دوموند اي اون كور، لا دوموند تعطلات بزاف. ومن تعطلت لي الطلب انا مشيت شنو درت؟ قلت ما يمكنش، عيطت لهم باغ تليفون قالوا لي حق راه الباسبور ديالك راه صيفطناه باش يتامبريما لامبريسيون، راه خصك تسنى مازال. قلت لهم واخا ما علينا، انا ما غاديش للمغرب الشهر الجاي ولكن غادي نتسنى. ولكن هذاك لو فات اني تسنيت وعطوني لو ديلي وما احترموش، انا بقى في الحال. قلت علاش ما هذه بلاد القانون والحق والنظام، دومونديت واحد لو ديلي يعني خصهم يحترموا، خصهم يكونوا معايا. مشيت للسيت ويب ودرت واحد ريكلاماسيون، درت بلانت، مشيت للبيرو دو باسبور درت اون بلانت. وفاش درت هاد لا بلانت اش غنقول لكم لا فامي؟ جاوبوني، درت لا بلانت لو فوندغودي، اليوم جاوبوني، جاوبوني السلام عليكم، السلام، عيطنا لك حنا راه بيرو ديال الباسبور، اها مرحبا، راه جاتنا واحد لا بلانت من الطرف ديالك على قبل لو غوتار اللي جاك على قبل الباسبور. قلت لهم ايه راه عندي واحد لو غوتار سي با اكسبتابل، راه كاين شي مشكل، كيك شوف كي فا با، راه خصني يوصلني في لو 7 مارس. هما قالوا لي وي تو ا ريزون، حنايا اشنو غادي نديرو لك؟ حنا بالنسبه للحاله ديالك الاخ يونس غادي نعطيوك ان دي دوماجمون. قالوا لي حنا يونس بما انك عندك روتار وعندك هادي وعندك هادي، حنا غادي نقدروا غادي نديروا لك واحد القضيه، غنصايبوا لك ان باسبور ديورجونس وغادي نصيفطوه لك في لونتر في الاكسبريس. يعني هو نورمالمون فاش كيصيفطوه في لابوست كياخذ من 3 ايام حتى ل 5 ايام. قالوا لي بالنسبه للحاله ديالك ترى لو غوفيرنمون ديال كندا هو اللي غادي يتكلف بلونفوا اكسبريس باش يوصلك في اقرب حاله. ولكن انا الصراحه اللي عجبني على فامي وبقى واثر فيا هو انه كيفاش عندهم هذا النظام. يعني مشيت صيفط لهم بلانت ريكلاماسيون، دازت 3 ايام 4 ايام جاوبوني وعيطوا ليا وراسوراوني وقالوا لي ها لا كوموند ديالك احنا صيفطناه في لونتر اكسبريس وغيكون عندك واحد لو ديدوماجمون غنصيفطوا لك واحد لو شيك. اوه قلت ما يمكنش كيفاش هذا البلان هذا؟ قالوا لي اياه راه انت راه عندك روتار في الاجراءات وهذه وهذه وهذه، هادشي علاش حنايا راه معاك وحنا راه غادي نساندوك وحنا راه غنسويفيو معاك لو كولي حتى يوصلك. قلت لهم الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. ملي داروا معايا بحال هكا كنحس براسي بريز اون شارج، كنحس براسي هاد الناس ماشي كيتفلاو عليا اولا كيضحكوا عليا اولا بغاو يديروا لي الصابونه. يعني حسيت براسي انايا انسان دفعت بحالي بحال اي كاع المواطنين، ما كاينش باك صاحبي، ما كاينش دفع هنايا سيمانه يخرج لك قانوني، داكشي عندي لي ديلي ما وصلنيش في ديلي، درت ريكلاماسيون ديالي. وهكا بغيت نبين لكم على ان هاد البلاد بلاد ديال القانون، بلاد ما تضيعكش، عندك كتسالهم 1 دولار غيعطوك 1 دولار ديالك، ما كتسالهم حتى حاجه راه ما غيعطوك حتى حاجه، مي راه ما يدو ما عطاوكش ما ياخذوش منك. هادشي اللي هادشي اللي استفدت منه وخلاصه التجربه ديالي المتواضعه الصراحه لا فامي. انا ما ندمتش على الاختيار ديالي، بالعكس نهار على نهار كنفرح وكنطمئن وكنقول يونس انا خدرت لو بون شوا مني اختاريت هنايا. هادشي علاش انت ولا انت اللي كتفرج فيا
ممكن انك تحسن الوضعيه، ممكن انك تسوي الوضعيه وتجي لكندا ودير بحالي. والانسان حنايا المغاربه والعرب مزيان بارطاجيو، حيت كيقول دير الخير ونتاه. ولكن انت الا فتي اخوك المسلم غيكون عندك اجر كبير. هادشي علاش اخوتي بغيت نقول لكم، مازالين خوتنا كيجيو كل شهر كنتلاقى مع مغاربه جداد، والاغلبيه كيجيو عن طريق عقود عمل. يعني بزاف ديال المغاربه والمغاربه اون جينيرال كيجيو عن طريق عقد عمل. هادشي علاش لي كونطرا دو طرافاي مازالين موجودين. يعني انت خويا، انت اختي اللي كتفرجوا فيا، بغيتي تجي لكندا الله يسهل عليك الله يوفقك، راه مازال الهوته مازال ما يدار. الناس كيجيو عن طريق لي بيرمي دو طرافاي، عن طريق الاقامه الدائمه. وبزاف كيسولوني كل يوم شنو شي مكتب، انا ما نقدرش نعطيك السميه ديال شي مكتب، حيت سي دو كا بار كا، كل واحد كيمشي للمكتب اللي قريب ليه والمكتب اللي هضر مع صاحبه. حيت انت ولا انت راه عندك صاحبك، صاحبتك ديجا مشى لكندا، اولا خرجت ليه الفيزا غادي لكندا، اولا خرجت ليه لا فيزيت ميديكال. هذاك هو اللي تسولو، هذاك هو اللي تقول لي خويا شنو البيرو تعاملتي معاه باش مشيتي انا نتعامل معاه. وهذا الشيء كيفاش بنادم كيقدر يسول الوضعيه وكيفاش كيسوفي راسو. راه هذا الشيء اللي درت انا، انا راه كنت غادي في دار غفلون، حتى جا عندي الصديق ديالي امين صلاح، الاصدقاء ديالي في الخدمه لي كوليك، حيت المعامله ديالي كانت طيبه، هضروا معايا قالوا لي يونس علاش لا ما تجربش الحظ ديالك، علاش ما تونتيش لا سونس ديالك انتيا وتبوستيلي وتجرب، راه كاين لو بوزوان. وجربت المره الاولى الحظ ديالي وما كانش السكور ديالي طالع، حيت علاش ما كانش عندي الاقدميه وامتحان ديال الفرنسي ما كانش عندي فيه مزيان. عاود جربت الحظ ديالي المره المقبله عاوتاني، كانت عندي ليكسبيريونس طلعت، عندي الامتحان ديال اللي عاود امتحان ديال اللغه الفرنسيه جبت فيه مزيان. راه سي سا، انا الامتحان ديال الفرنسي طلع لي ب 6000 درهم، الامتحان الاول درت ب 3000 درهم جبت فيه بي 2 بي 1 بي 2، عاود جبت عاوتاني الامتحان المره الثانيه جبت فيه عاوتاني سي 1 سي 2. هادشي علاش اخوتي راه سا فونكسيون كوم سا، الانسان ما دقه نقطه بنقطه يحمل الواد، راه غير الموت اللي كتجي في خطره واحده. اما الا بقيتي غادي صابر على الخبيزه ديالك راه غادي يوفقك الله سبحانه وتعالى وغادي تجي. وخلاصه الكلام بالنسبه لي انايا، الهجره هو انت كدير السبب وكيبقى داكشي توفيق من الله عز وجل. الا كان الله مكتب لك انك تجي لهاد البلاد وتجي الغربه راه غتجي ليها، ما كانت مكتبه راه خيرها في غيرها، والله سبحانه وتعالى مخبي لك شي حاجه احسن. هادشي علاش لا فامي ديالي، نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب، بلا بكم نتوما راكو اخوكم في الديبرسيون في الاكتئاب، مي نتوما كتونسوني انا كنونسكم، كنعطيكم لي زانفورماسيون، كنعطيكم لي نوفوتي. وهادشي اللي بغات الوقت، بغات الوقت تكون بنادم شخلا جدي، الكفاح تكون، الكفاح تكون كابابل، يكون عندك الدراع، ما كتسناش فيها ساهله، ما كتسناش في اختك تدبر عليك باش تشري القهوه، ما كتسناش في الوالد ديالك يعطيك فلوس باش دير كافي. هاد النوع بلا ما تجيو كندا ما عندكم ما ديروا. الانسان اللي معكاز كيتسنى فيها بارده، كندا راه ماشي مديوره عليك، كندا مديوره الناس اللي باغيين يجيو يخدموا اكثر من 40 ساعه في الاسبوع، وما يخدموش غير خدمه واحده، يخدموا خدمه وجوج وثلاثه، حيت الا كان عندك غير مدخول واحد ما كافيكش، خصك مدخول ثاني باش تقدر تعاون راسك وتحسن المستوى ديالك. هادشي علاش لا فامي، النصائح اللي كنصحكم راه كنطبقهم، وكيف ما كينصحوني ولاد الناس بحالكم نتوما وبنات الناس اللي بحالكم كيساندوني، حتى انا كنبارطاجي المعلومه. هادشي علاش الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازينا على هادشي اللي كنديرو، وانتوما راه كتبقاو كوميم احسن عائله. كنبغي نوصل لكم الحقيقه، حيت القناه ديالنا فيها الواقع وماشي المواقع، ما عندناش مع لغه الخشاب، ما عندناش مع هاجر بدون شهاده بدون دبلوم بدون امتحان اللغه. داكشي راه كذوب في كذوب، وداكشي كذوب في نفاق ولا اساس له من الصحه. بغيت تهاجر لكندا وجد لي ان بون دوسي ديميغراسيون، وجد لي الماني العاقه، العاقه الا ما عندكش العاقه بلا ما تقول لي حق راه باغي نهاجر. باغي تهاجر تكون عندك 3 مليون 4 مليون 5 مليون وما فوق. هادشي البروجي ديميغراسيون سا نيسيسيت هاد لو مونطون، ماشي انت عندك حسب الله ربع عندك هذيك جوج دريال مليون مليون ونص حارقاك كتقول لي راه باغي نهاجر. عندك مليون ونص تكمشها في بلادك، تكمش في بلادك، ريح جمع شويه دير علاش ترجع. ملي تكون واجد ماديا هذيك الساعه توكل على الله. هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول لك. اما كندا باقي فيها ما يدار، خليو لي من الناس المتشائمين، حيت كاين انا اللي كيضرني في خاطري كنلقى بزاف ديال المغاربه هنايا ومغاربه مسك عليهم الله واصلين في حياتهم، ومني كتهضر معاه كيقول كندا راه مابقى فيها ما يدار. كندا تبدلات، كندا تغيرات، كندا هي كندا، مازالين فيها لي زوبورتونيتي، مازالين لي زوكازيون، مازال ما يدار. غير هو غدير بحالي انا، غتبدا من الزيرو،
انا فاش جيت سمحت في خدماتي، سمحت في القرايه ديالي، سمحت في كل شيء، وبديت من الاول. ولكن ما ندمتش على هادشي اللي درت. جيت قريت على راسي، الدوله عاونتني باش ناخذ ديبلوم، داكشي اللي ما درتوش معايا المغرب عاونتني، خديت ان بون ديبلوم، خدمت بهذوك لي ديبلوم ديالي، الغوفوني ديالي الحمد لله ولله الحمد، قادر نصرف به على راسي وعلى العائله ديالي. هادشي علاش بنادم كيبقى يكذب عليكم بزاف وكيبقى يخلع فيكم بزاف؟ علاش؟ حيت ما باغيش يعاونكم. كندا كيسحب لي ديال باه، ما غيبقى شاد السوارد ديالهم، بغى حتى شي واحد يجي ينافسو، ما غيبقى بوحدو في كندا هذه، يبقى هو بوحدو اللي يدخل العاقه. هادشي علاش على فامي مازال لوكازيون كاين، ما يدار، توكلوا على الله. وكنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجره ديالكم. الناس اللي دافعين سوا فيزا فيزيتور او لا بيرمي دو ترافاي او لا بيرمي ديتود او لا الاقامه الدائمه، صبروا على الفيزا ديالكم، دابا يسهل عليكم الله وتوصلوا للهدف ديالكم. مي كيبغي شويه ديال التضحيات وكيبغي شويه ديال الخاطر. هادشي علاش لا فامي انا كنحييكم من كندا، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى وحنا صايمين يسهل عليكم في هذا النهار وفي هذه العواشر المباركه، وتوصلوا للهدف ديالكم، وديما التفاؤل ديما الموتيفاسيون. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش لا فامي تكبر، والحمد لله لا فامي راه كبرات، فتنا 20000 ابوني، وهذا الشيء كيفاش طاب الخير. وهذا الشيء الفضل كيرجع لكم نتوما، هذا الشيء علاش نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب، وبلا بكم لا فامي ولا لاشين جامي تافونسي. وانتوما اللي كتخليوني نبقى في اليوتيوب، انتوما اللي كتخليوني نبقى ونبارطاجيو هاد لي زاكتواليتي، والله يديرنا اللي فيها الخير. تحياتي الحاره وحييكم من كندا.